السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه augmented.ai بيركز على الاوتوميشن في البيلدينج ديزاين وخصوصا في الام اي بي. يعني هو اللي ظهر عند دلوقتي الالكتريكال، لكن في مفروض بلامنج وميكانيكال لكن كامينج سون، وفي استراكشرال لكن لسه ما ظهرش. فتعال نشوف الفيديو السريع دوت. يمكن حد يلقط فكرة ويبدأ ان هو يطبقها. فبيبقى عندي التصميم اهوت، ويبدأ هو يعمل اناليسز ليه بحيث يشوف افضل تصميم يقدر يعتمد عليه. بالذكاء الاصطناعي ويبدأ ان هو يشوف افضل حاجة ويطبق الكود ويحدد النقط الاساسية عنده، وبعد كده يبدأ ان هو يدرسها ويوصل بينها. كل ده طبعا موافق للكود، ويبدأ يرسم بقى الكيبل تري ويقول لك انا واحد فيهم عنده كذا حاجة، لكن انا واحد فيهم التكلفة بتاعتها تكون اقل، ويبدأ بقى يعمل لك التصميم بالشكل الجميل دوت. كانت الناس بتسأل الذكاء الاصطناعي هيغير في البيم. اه طبعا لازم. فهم شغالين بقى على البلامنج والميكانيكال والاستراكشر وكل حاجة. هسيب لكم الرابط جربوه، لو حد يعرف موقع حلو زي دوت ياريت يقولنا عليه.